السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد. إذا اليوم إن شاء الله غادي نشوف معكم مكون التركيب. إذا الفرد الأول في الدورة الثانية خاص بالمستوى الخامس ابتدائي. إذا غادي نبدأ بالسؤال الأول. أميز بين نوع المفعول فيه في الجمل التالية بوضع العلامة فيه في الخانة المناسبة. إذا كل جملة غادي نحدو المفعول فيه، واش ظرف مكان ولا ظرف زمان. سافر المهاجر قبل طلوع الفجر. قبل طلوع الفجر، اذا عندنا قبل ظرف زمان، اذا نكتب قبل في هذه الخانه هذه قبل. يمر الاستاذ بين الصفوف. بين اذا كنهضروا على ظرف مكان. بين الصفوف، اذا بين الصفوف يعني المكان. اتجهت الرياح شرقا، اذا شرقا هنا المكان، اذا شرقا عندنا شرقا ظرف مكان، شرقا عندنا شرقا. توقد المصابيح ليلا. ليلا هنا كنهضروا على الزمان، اذا ظرف زمان ليلا. ليلا. السؤال الثاني، اكمل جمل بمفعول فيه مناسب. اذا مفعول فيه يلعب الصغار. اذا داخل الحديقه، داخل الحديقه. استمتع بجمال الطبيعه خلال فصل الربيع، خلال فصل الربيع. انجز تماريني بين المغرب والعشاء، اذا بين المغرب والعشاء. يقع المغرب شمال القاره الافريقيه، شمال القاره الافريقيه. السؤال الثالث، اكمل جدول الاتي بما يناسب. اذا الجمل غادي نستخرجوا منها صاحب الحال، والحال حركته الاعرابيه. عاد الأب من العمل متعبا، إذا صاحب الحال هو الأب والحال متعبا. إذا الأب، إذا الأب الحال متعبا، متعبا. حركته الإعرابية منصوب بتنوين الفتح، إذا الحال كيكون منصوب. دخل الأستاذ القاعة نشيطا، إذا صاحب الحال الأستاذ والحال نشيطا. الأستاذ، الأستاذ، إذا الحال نشيطا، نشيطا. إذا صاحب أو حال، عفوا، لأن صاحب الحال عندنا الأستاذ. إذا حركته الإعرابية منصوب بتنوين الفتح. إذا السؤال الموالي، أكمل جملتين تاليتين بحال المفردة. لا تأكل الطعام مسرعا، لا تأكل الطعام مسرعا. سقط المطر منهمرا، منهمرا، منهمرا. السؤال الخامس، اعرب جمله من الجملتين الاتيتين. اذا حنا غادي نعربوهم بجوج. وقفت صامدا، وقفت، وقفت. اذا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء، لاتصاله بالتاء، والتاء المتحركه، والتاء المتحركة. ضمير متصل في محل رفع فاعل. إذا صامدا حال، صامدا حال مفردة منصوب بتنوين الفتح. إذا منصوب بتنوين الفتح، حال منصوب. إذا نام الصغير باكرا، نام فعل ماض مبني على الفتح. إذا بالنسبة لكم راه السؤال راه غير واحد الجملة، يعني إعربتهم لكم بجوج. مثلا إلا اختاريتي هذا هل الإعراب ديالها، إلا اختاريتي الجملة الأخرى هل الإعراب ديالها. نتوما اختاروا واحد الجملة، وأنا في نظري نردوا البال أن الجملة الثانية هي الأسهل، لأن عندنا فعل ماض وعندنا فاعل وعندنا مفعول فيه. إذا الصغير، الصغير فاعل مرفوع، إذا بالضمة الظاهرة على آخره. وعندنا باكرا مفعول فيه ظرف، ظرف زمان، مفعول فيه ظرف زمان منصوب بتنوين الفتح، منصوب. اذا الجمله الثانيه هي الاسهل من ناحيه الاعراب. اذا دابا غادي ندوزو للصرف والتحويل. اذا كملنا التراكيب، غادي ندوزو للصرف والتحويل. اذا تبعوا معايا الصرف والتحويل. السؤال الاول، احول الاسماء
الى الجمع المطلوب. اذا عندنا اسماء غنحولهم الجمع المطلوب. اذا مبتكر جمع مذكر سالم غادي نقولوا مبتكرون، مبتكرون. العامل العاملون، العاملون. عندنا جمع مؤنث سالم طاقة غنقولوا طاقات، طاقات. المبدعات، المبدعات، المبدعات. السؤال الثاني، أملأ الفراغ الآتي بجمع المؤنث السالم المناسب للمعنى ثم أضبطه بالشكل. وصلت الشاحنات، الشاحنات، الشاحنات. المحملة بالمساعدات، بالمساعدات، بالمساعدات. إلى البلدات، إلى البلدات. المنكوبة من جراء الفيضانات، الفيضانات، الفيضانات. السؤال الثالث، أملأ الفراغ الآتي بجمع المذكر السالم المناسب للمعنى ثم أضبطه بالشكل. إذن جمع مذكر سالم، طلب المدرسون، المدرسون. إذن المدرسون. من المتعلمين، مجرور بالياء، المتعلمين، من المتعلمين. المتفوقين، نعت تابع لمنعوتي، المتفوقين. مساعدة، كل، كل. إذن كل المتعثرين، كل المتعثرين. إذن المتعثرين. السؤال الرابع، أحول جملة إلى الجمع. إن الممثل بارع في دوره، يزرع البسمة على وجوه المشاهد والمشاهدات. إذا نقول إن الممثلين، إذا الممثلين، إن الممثلين، الممثلين بارعون، بارعون. اسم إن منصوب بالياء، خبر إن، ما مرفوع بالواو. في أدوارهم، أدوارهم. إذا ميمكنش يديرو كلهم نفس الدور، إذا غنقولو أدوارهم. في أدوارهم. يزرعون البسمة، يزرعون البسمة، البسمة، إذا البسمة. على وجوه، وجوه. المشاهدين، المشاهدين، مضاف إليه مجرور بالياء. المشاهدين والمشاهدات، إذا معطوف عليه. والمشاهدات، العطف، إذا عندنا حرف العطف الواو. والمشاهدات هذا مجرور، إذا هذا غيكون مجرور. والمشاهدات. السؤال الخامس، أحول الجموع التالية إلى المفرد. متفائلة، 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 متفائلة. سائحة، سائحة، سائحة. متعاقدون، متعاقد، متعاقد، متعاقد. منشغلون او منشغلين، اذا ردوا البال، اذا متعاقدون الواو، اذا هنا غنديروا الرفع. منشغلين، اذا منشغلا منصوب، غنديروها منصوب. منشغلا، اذا منشغلا. اذا هادو هما الاجوبه الخاصه بهذا النموذجين، هادو ديال التراكيب وصرف التحويل. الفيديو الجاي ان شاء الله غنكملوا مع الاملاء والتعبير الكتابي. كونوا في الموعد، الى اللقاء.